أهلا بيكم. محاضرتنا النهاردة هتكون بعنوان Dental Management of Anticoagulant and Antiplatelet Patient. لكن كالعادة وقبل ما نبدأ، لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا، ما تبخلوش علينا بالدعم والطاقة الإيجابية عن طريق اللايكات والشير. وأرجوكم يا جماعة، خدوا لفة في سلسلة محاضراتنا اللي فاتت والموجودة على القناة، وما تنسوش تحميل لينك الكتاب الخاص بكل محاضرات القناة والموجود على التليجرام. فنجان القهوة الجميل بتاعنا، ورقة وقلم علشان تدون ملاحظاتك. ودلوقتي يلا بينا، خلونا مع بعض نفتكر الهيموستيزيس وازاي بيحصل هيموستيزيس في جسمنا. لو نتذكر مع بعض في محاضرة الهيموريدج اند شوك، كنا شرحنا بالتفصيل ازاي الدم بيحافظ على سريانه و انه البلاد فلو في البلاد فيسلز يكون نورمال. وده راجع لكذا سبب، اولهم السموث سيرفيس اوف البلاد فيسلز، تاني حاجة ان البلاد فيسل نفسه او الاندوثيليوم مبطن بحاجات زي النيتريك اسيد والبروستاجلاندين 2، والاتنين دول بيعملوا انهبيت للبليتلتس اكتيفيشن وبيزودوا من الفازو دايلاتيشن. وارجوكم يا جماعة، الكلام ده مهم معرفته لسبب بسيط جدا. لان ادوية السيولة ان صح التعبير بتشتغل على ميكانيزم من الميكانيزمات اللي هنشوفها كلها دلوقتي. تختار ميكانيزم معين وتبتدي تشتغل عليه وبالتالي تزود من السيولة. فعلى سبيل المثال، البروستاجلاندين 2 اللي بيعمل انهيبيشن للبليتلتس اكتيفيشن اند اجريجيشن وبيزود من الفازو دايلاتيشن، هتلاقي في حقنة زي الدايسينون او الهيموستوب، هي ببساطة قلل الثنسيسز والاكتيفيشن اوف البروستاجلاندين، وبالتالي بتعمل فازو كونستريكشن، بتزود من البليتليتس اجريجيشن، بتزود من البريفرال تيشو ريزيستنس اند سو اون. كمان من ضمن الاسباب اللي بتحافظ على البلاد فلو انه يكون نورمال، هو ان انا عندي زي ريسبتور اسمه هيبرين سلفيت. الهيبرين سلفيت ده بيلحم مع كلوتينج فاكتورز ويبتدي يعمل لها ان اكتيفيشن زي كلوتينج فاكتور رقم 10 و9 و2. كمان عندي في حاجه اسمها ثرومبوموديولين، البروتين سي ده، الثرومبوموديولين ده بيلحم فيه الثرومبين، وفي وجود بيحفز من البروتين سي او بينشطه، فبيعمل ان اكتيفيشن لكلوتينج فاكتور زي 5 و8. يبقى دي كده ببساطه الميكانيزم اللي الدم بيحافظ فيها على سريانه في الجسم بشكل طبيعي. طيب وانس بقى انه حصل كات ووند، تمام، وانس انه حصل كات ووند وابتدينا بقى يحصل زي ما بنقول كده عندي هيموستيزيس، اول حاجه بنمر بيها هي الفاسكولار سبازم. الفاسكولار سبازم ببساطه شديده جدا، البلاد فيسلز بيبتدي يحصل لها فازو كونستريكشن. طيب ما هو ازاي برضو عايزين نفهم؟ انا عندي البلاد فيسل ده، الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسل فيه ماده اسمها الاندوثولين. وانس انه بيحصل انجري في البلاد فيسل، بتفرز الاندوثيلين وتروح رايحة على الريسبتورز اللي موجودة في السموث ماسل وتحفزها ان هي يحصل لها كونتراكشن. ده مش بس كده، ده انا عندي الانفلاماتوري برودكتس اللي بتفرز في الكات ووند او في مكان الجرح، بتروح رايحة على النوسي سيبتورز اللي موجودة في السموث ماسلز وتحفزها برضو ان هي يعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. يبقى دي كده اول حاجه
الفاسكولار سبازم. طب وانس ان خلصت الفاسكولار سبازم ببتدي ادخل على البليتلتس اجريجيشن او البليتلتس بلج. انا عندي في مكان الجرح بيكون موجود عندي حاجه اسمها الفون والبراند فاكتور، ده واحد من الكلوتينج فاكتورز، بيبتدي يعمل زي بايند زي ربطه مع البليتلتس اللي ماشيه جنب الكات ووند على طول، ويبتدي يعمل لي كومباوند يساعد على افراز ثلاث حاجات. ركز بقى كويس جدا، يساعد على افراز الاي دي بي ادينوسين دايفوسفيت والثرومباكسان اي 2 والسيروتونين. وخد بالك ان الانتي بليتلتس دراجز وات ايفر ايه هي او اسمها بتلعب على الثلاثه دول، تختار لهم واحد من الثلاثه وتلعب عليه توقفه. يعني على سبيل المثال الاسبرين بيعمل انهيبيشن للثرومباكسان اي 2. طب هو الثرومباكسان اي 2 بيعمل ايه؟ ده هو والادينوسين دايفوسفيت يروح رايح لبقيه البليتلتس اللي ماشيه في البلاد فيسل ويقول لها تعالي هنا يلا نتجمع يلا نعمل بليتلتس بلج يلا نقفل مكان الكات ووند ده عشان نقلل من النزف. يبقى لما يحصل له انهيبيشن هيمنع البليتلتس اجريجيشن فيزود السيوله. كمان الثرومبكسان اي 2 مع السيروتونين يروحوا رايحين للسموس ماسل ريسبتورز ويقول لها اعملي كونتراكشن. يبقى دي كده اسمها البليتلتس بلج فورميشن. بعد كده نروح داخلين على الكواجوليشن كاسكيد، وهذا قصه بقى الانتي كواجولانت دراجز. الكواجوليشن كاسكيد البليتلتس بلج دي ستيل ضعيفه، سهل ان هي تقع في اي وقت، محتاجة تتربط بشبك وألياف من الفايبرين، ومن هنا يجي دور الكواجوليشن كاسكيد، سواء كان اكسترينسك باثوي أو انترينسك باثوي. الاكسترينسك باثوي بيبدأ بكلوتينج فاكتور رقم 3 يتحفز ويحفز كلوتينج فاكتور رقم 7 عشان يخشوا بعد كده على الكومن باثوي اللي هو بيبتدي بكلوتينج فاكتور رقم 10. واكشوالي في هنا حاجه ناقصه في الرسمه دي، انه دايما هتلاقي فوق كل سهم لما بنيجي نحول من كلوتينج فاكتور ان اكتيف، يعني مثلا في الانترنسك باثوي اهو بيبتدي بكلوتينج فاكتور رقم 12 يكون ان اكتيف يتحول لاكتيف، اكشوالي بنكتب فوق السهم ده كالسيوم. كالسيوم هو ايه علاقه الكالسيوم بالموضوع؟ اهو هنا يجي دور الفيتامين كي. الفيتامين كي يا جماعه زي ما احنا عارفين كده ان جنرال يقول لك ده بيلعب دور في تكوين الكلوتينج فاكتورز. ايوه ازاي؟ عايزين نفهم اكتر. اكشوالي الفيتامين كي از اكو فاكتور بيساعد على تربيط الجلوتاميت، جلوتاميت دي لزق صمغ، بالكالسيوم كاربوكسيليت ويكون لي جلوتاميت كالسيوم كاربوكسيليشن. ده اكشوالي اللي بيحفز تحويل الكلوتينج فاكتور من ان اكتيف لاكتيف. فالانترنسك باسوي يبتدي ب 12 وبعد كده 11 وبعد كده 9 وبعد كده 8 ويخش بقى على الكومن باسوي اللي بيبتدي بكلوتينج فاكتور رقم 10 يروح رايح لكلوتينج فاكتور رقم 5 اللي بدوره هيحفز البروثرومبين للثرومبين، اللي بدوره هيحفز الفايبرونجين اللي هو كلوتينج فاكتور رقم 1 الى فايبرين، وتتكون الياف الفايبر اللي هتربط البليتلتس بلج ببعضيها. بعد كده نبتدي نخش على الفيز رقم 4 اللي هي الفايبرين ريتراكشن. ايه الفايبرين ريتراكشن؟ يعني انا البلادو كلوت اللي اتكونت دي محتاجه غذاء ومحتاجه ان هي تحافظ على استقرارها، ومن هنا يجي دور الفاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور والبليتلتس درايفد جروس فاكتور.
طيب هو انا هفضل على طول الخط اكون في فايبرينوكلوت وتسد لي مسار البلاد فيسل ده كده، ده ممكن هي تعمل لي في حد ذاتها الثرومبس. نيجي نخش بعد كده على الستيج الاخيره اللي هي الفايبرينولايسز. خلاص انا اتكون عندي البلادوكلوت اللي تقفل الليله، مش في احتياج للزيادات دي كلها، فيبتدي البلاد ستريم اللي ماشي يخبط فيها يتغير من شحنته ومن سرعته، ويبتدي يتكون لحاجه اسمها الفوسفاتيز سيرم اللي بدورها هتحفز لبلازمينوجين وتحوله الى بلازمين. البلازمين ده يقول لك اي لاف فايبرين، يقعد ياكل في الفايبرين الزياده، وبالتالي يحافظ على الانتيما بتاعه البلاد فيسلز زي ما هي وسعها، وبالتالي ما يتكونش جلطه. طيب حلو قوي، تعال بقى لقصه الانتي كواجولنتس والانتي بليتلتس. احنا قلنا اهو الانتي كواجولنتس ماله بيعمل ايه؟ ده انهبت لبرودكشن اوف لوكلوتنج فاكتورز، ماشي. طب الانتي بليتلتس هي بينترفير مع الفانكشن اوف البليتلتس، واحنا اتفقنا بالذات قصه الاي دي بي والثرومبكثان اي 2 والسيروتونين. حلو، وبالتالي انهبت البليتلتس اجريجيشن. طيب تعالى للانتي كواجلان، حاجه زي الكيومارين ديريفيتيفز ورافرين. طب هو بيعمل ايه؟ اهو بص، انتاجونست للبرودكشن اوف فيتامين كي، وبالتالي هل الجلوتاميت كالسيوم كاربوكسيليشن هتتكون؟ لا. يبقى الكلوتينج فاكتورز هتتحول من هنا اكتف لاكتف؟ لا. علشان كده حقنه الفيتامين كي بنديها للمريض اللي عنده سيوله، وبالذات اللي عنده مشكله في الكلوتينج فاكتورز زي مريض الكبد. يبقى لو جينا بعد المحاضره دي وسالنا سؤال كده، يا جماعه هو ايه الفرق بين حقنه الامري كي اللي هي الفيتامين كي وحقنه الدايسينون او الهيموستوب والماده الفعاله بتاعتها الايتا ميثاليت او الايتا ميثاليت وحقنه الكابرون الماده الفعاله فيها الترانكزيميك اسيد؟ هنعرف بقى في نهايه المحاضره الكلام ده. فقلنا اهو الفيتامين كي إذا أكو فاكتور بيربط الجلوتاميت مع الكالسيوم كاربوكسيليت، وبالتالي يحول الكلوتينج فاكتور من ان اكتف لاكتف، وبالذات فاكتور 7 و9 و10 والبروثرومبين. طيب هي ايه هي الفارماكولوجيكال بروبيريتيز اوف الوارفرين؟ خلينا برضو نتكلم في نقطه، يمكن احنا هنا هنفوكس قوي على الانتي كواجلنت الوارفرين بالذات، لكن هنذكر برضو الهيبرين ولو ان انا مش كاتبه في المحاضره، لان احنا هنا بنفوكس قوي على الدنتال مانجمنت، بنفوكس قوي على الماينور اورال سيرجري وليس الميجور. طيب لو حبينا بقى هنا في نفس الصفحه كده، انا هنا ذكرت الوارفرين، طب ما تخلونا برضو نذكر الهيبرين، ما هو واحد من الانتي كواجلان. اذا كان الوارفرين اهو تيكن اورالي، فالهيبرين لا، بيرانترال يا اما سب كيوتينيوس يا اما انتراماسكولار. ميتابولايز ذا الليفر نفس الكلام، الهيبرين ميتابولايز ذا الليفر. طيب هو الوارفرين ده مش كنا بنقول بانه الانتي دوت بتاع الفيتامين كي؟ صح، هو بيعكس عمل الفيتامين كي. طب الهيبرين تقدر تسميه انتي ثرومبين. حلو قوي. طب الهاف لايف تايم بتاع الوارفرين من يوم ليومين؟ لا، ده الهيبرين من 6 ل 12 ساعه. طب الانتي دوت بتاعت الوارفرين ايه؟ الفيتامين كي. طب الانتي دوت بتاعت الهيبرين ايه؟ بروتامين صلفيت. طب هل الوارفرين ده نقدر ناخده على اللونج تيرم؟ تقدر تاخده على اللونج تيرم، انما الهيبرين لا، لانه بيعمل اوستيو بوروزز. تمام،
تمام جدا. الوارفرين طبعا بيزيد من حدته، وبالتالي بتزيد من حده السيوله مع الانتي بايوتكس، وبالذات زي البنسلين جروب والاسبرين، انتي فانجل، ترامادول، تراي سايكليك انتي ديبريسنت، وكمان اللي فيه فيجيتابلز الغنيه بالفيتامين كي. اوكي، امتى بلجأ للوارفرين او امتى الدكتور بيكتب لي وارفرين او كيومادين؟ في حاله الديب فينس ثرومبوزز، بالمونري امبوليزم، اتريال فايبريليشن، مايوكارديال انفاركشن بريفيوس قبل كده. طيب ايه هي اللابوراتوري تيست فور الوارفرين؟ البي تي لبرو ثرومبين تايم، وشيء بالشيء يذكر لانه كان بيقيس الانترنسك باسوي، بينما الهيبرين كان بيتقاس بالاي بي تي تي اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. انت لما تيجي تحسب البرو ثرومبين تايم ريشيو، فانت بتسحب عينة دم من العيان وبتشوف الكلوتينج تايم بتاع البيشنت وتقسمه على البرو ثرومبين تايم النورمال، فالمفروض بانه يطلع واحد ده لو نورمال، لو انا العيان ده مش ما عندوش مشكله في السيوله. لكن اكشوالي الثرومبوبلاستين ري ايجنتس كتير، يعني ممكن تلاقي مثلا في دوله او حتى في معمل بيستخدم الثرومبوبلاستين ري ايجنت بتاع فار، معمل تاني بتاع خيل، معمل تالت بتاع مش عارف ايه. وبالتالي هتبص تلاقي البي تي لنفس البيشنت ممكن يديني قيم وارقام مختلفه لاختلاف الثرومبوبلاستين ري ايجنتس. فكان لازم نحل المعضله دي وخلق او ايجاد ما يسمى بالانترناشونال سنسيتيفيتي اندكس، وهي عمليه حسابيه كده بانه وات ايفر الثرومبوبلاستين ري ايجنت اللي بيستخدم، فانا بعالجه كالكوليشن كده ماثيماتيكالي بال International Sensitivity Index، بحيث بأنه في النهاية يطلع البي تي ثابت باختلاف المعامل. ومن هنا تواجد ما يسمى بالـ INR أو الـ International Normalized Ratio، إن كل reagent بعالجه أو برفعه أو بعالجه mathematically عن طريق حاجة اسمها الـ International Sensitivity Index. وبالتالي هذا نفس البيشنت اللي كان من شوية مديني خمس نتائج مختلفة للبي تي، لما عالجته بال International Sensitivity Index اداني نفس النتيجة. طيب حلو قوي. What about the dental management guidelines؟ وانا هنا برضو بتكلم على العيان اللي بياخد وارفرين، وبتكلم برضو على الماينور اورال سيرجري. حلو قوي. والله الامريكان ميديكال اسوسيشن والامريكان دنتال اسوسيشنز قالت لك والله لو انت هتعمل ماينور اورال سيرجري والبيشنت ده ما عندوش اجريفيتنج ميديكال كونديشنز زي ليفر سيروزز او ايرلي ستيج رينال فيلير، والحاله اللي هتعملها ماينور زي ما اتفقنا هتخلع سنه ولا درس ولا حتى ايفن اف حته ابيسكتوم صغننه كده، لو الاي ان ار واصل معاك لغايه من 3 ل 3.5 عادي جدا تقدر تشتغل له، واضعا في الاعتبار ما يسمى باللوكال هيموستاتيك ميثودز، واللي اتكلمنا عليها قبل كده بالتفصيل في محاضرة الهيموريدج اند شوك. ارجوكم يا جماعة راجعوا المحاضرة دي للأهمية. طب هل في كلام ساينتيفيك اللي بيقول الكلام ده؟ طبعا في كذا دراسة، ويمكن على فكرة مش هنقول لك ده قدام كمان، يعني من 2000 ومن 98 ولغاية دلوقتي احنا بنتكلم في القصة دي وبنجادل فيها ومش عارفين ايه السبب بصراحة، يعني ما حسمة. طيب في دراسة اتعملت على أكتر من 950 عيان هيروح يعمل مالتيبل اكستراكشن، هيخلع كذا سنة وكذا درس وبياخد انتيكواجلنت، وبالتحديد هنا بنتكلم على الوارفرين، ما بطلوش يعني ما زال بياخده لغاية يوم الخلع، اللي لاحظوه من 950 بيشنت جاست
12 كيس حصل لها بليدنج، والبليدنج ده ما عرفوش يتحكموا فيه حتى اندر لوكال هيموستيزز، وثلاث حالات منهم بس اللي ريكوايرد فيتامين كي. قال له يعني انت من كلامك بتقول لو انا هعمل ماينور اورال سيرجري ما توقفش؟ اه ما توقفش. خايف قوي؟ ادي له حقنه فيتامين كي قبل الخلع وبعد الخلع وخلصنا، يعني مش قصه. كمان دراسه تانية اتعملت 32 عيان هيعملوا ماينور اورال سيرجري، وقفوا الانتيكواجولانت وكان الاي ان ار جميل من 1.5 ل 2.5، وجروب تاني برضو 32 بيشنت ما وقفوش الانتيكواجولانت والاي ان ار كان واصل ل 3.5، ما لاحظوش اي اختلاف او اي سيجنيفيكانت ديفرنس في البوست اوبرتيف بليدنج. الاثنين ما فيهمش حاجه. كمان دراسه ثالثه، ودي اتعملت بقى على اللي وقف، لك لا يا عم طب ما توقف الانتيكواجولانت، اربع حالات منهم حصل لهم فيتال امبوليزم، وحاله منهم حصل لها امبوليزم بس كانت نون فيتال. اذا خلصت الكلام، انا لما اجي اخير ما بين حاجتين، هو بياخد انتيكواجولانت عشان يمنع تكون الجلطات، انا لو وقفتهم اصل انا خايف من شويه دم هينزل من خلع سنه ولا درس، وناسي خالص ان في حاجه اسمها لوكال هيموستاتيك ميثودز، انا بعرض العيان ده لريباوند ثرومبوزز، يعني بحطه في خطر اكبر من خطر النزف اللي موجود من الجرح، يعني انا ممكن اموت العيان. يا لهوي. اه طبعا. طيب هذا دراسه ثالثه قارنوا فيها بين ثلاثه جروبس، جروب ما وقفش الانتيكواجولانت، وجروب وقف الانتيكواجولانت، وجروب اساسا ما بيتعالجش من حاجه ما بياخدش انتيكواجولانت. الثلاثه there is no significant difference in blood loss post operative ما بين الثلاثه جروب. وخد بالك برضو تاني، انا هنا بتكلم على الماينور اورال سيرجري. اذا الكونكلوجن في الماينور اورال سيرجري للعيان اللي بياخد انتيكواجولانت ثيرابي، يا باشا ما توقفش الانتيكواجولانت، ما توقفش طالما بتعمل ماينور اورال سيرجري، وطالما بتاخد باللوكال هيموستاتيك ميجرز حاططها في حسابك، فايفن اف كان الاي ان ار عندك واصل لغايه 3.5 او اقل ما يزيدش، and there is no aggressive medical conditions زي ال early stage renal dysfunction او الليفر سيروزس، لان دي لوحديها مشكله، والسيرجري اللي هتعملها ماينور اشتغل عادي جدا وما تقلقش من حاجه. طب لو انا بقى بتكلم على ميجور سيرجري، هنا بقى بنبتدي نعمل حاجه اسمها بريدجنج، جايز تكون مش مذكوره شويه في المحاضره دي كتابه لكن هنتكلم عليها. بريدجنج يعني ايه؟ يعني انا بحضر العيان لميجور سيرجري، التروما مثلا او تيومر او واتيفر، ببتدي اشفت، وخد بالك بانه مش انت اللي بتشفت بس انت لازم تكون فاهم، ببتدي اطلب له دكتور البطنه او الفيزيشن او الاخصائي، بيبتدي يعمل له بريدجنج، يحوله من الوارفرين للهيبرين، ويمشيه على دوزج من الهيبرين قبل العمليه بثلاث اربع ايام، لان الهاف لايف بتاعه الهيبرين من 6 ل 12 ساعه فتقدر تشتغل. وبعد ما تخلص السيرجري بتاعتك برضو بتكمل على الدوزج بتاعه الهيبرين، وتبتدي تدخل معاها الوارفرين لغايه لما توقف خالص الهيبرين ويرجع تاني للوارفرين عادي جدا. طيب وات اباوت الانتي بليتلتس دراج؟ احنا قلنا من اسمها هتلعب على مين؟ على الثلاثه دول، على البليتلت بلاج فورميشن، على الاي دي بي والثرومبكسان اي 2 والسيروتونين. فبغض النظر بقى كان الانتي بليتلتس دراج اللي موجود عندي اسبرين، ابلافكس، whatever المسمى ايه، هبنا فاهم ان هو بيشتغل على حاجه من الثلاثه دي، يا يعمل انهيبيشن للثرومبكسان اي 2، يا يعمل انهيبيشن للادينوسين دايفوسفيت،
يعمل انهيبيشن للسيروتونين، ومحصله الامر بانه هيقلل من البليتليتس اجريجيشن وهيقلل من السموث ماسل كونتراكشن، وبالتالي يمنع البليتليتس بلاج فورميشن. طيب انا بكتبه ليه او الدكتور بيكتبه للعيان ليه؟ عيان عنده هارت ديزيز او عايز اتجنب انه يحصل له مشاكل في الهارت، حصل له هارت اتاك، انجينا بيكتوريز ومايوكارديال انفاركشن، وهذا هو هذا الميكانيزم بتاع الانتي بليتليت ثيرابي. شفت قلنا يا يشتغل على الاي دي بي، يا يشتغل على الثرومبيكسان اي 2، يا يشتغل على السيروتونين. رائع جدا. وخد بالك بانه الهاف لايف بتاع البليتليتس من 7 ل 10 ايام، عشان كده زمان كان يقول لك ايه وقف الانسبرين اسبوع. يا عم ما عادش في كلام وقف ده، وبالذات في الماينور اورال سيرجر عاملين نعيد تاني. طب ايه اللاب تيست اللي ممكن اعملها العيان بياخد انتي بليتليتس دراج بليدنج؟ طيب هو النورمال ان العيان يكون عنده من دقيقه لست دقايق خلاص يتوقف كده الايه الدم اللي بينزل منه، وبتعمل حاجه اسمها كمان بليتليت فانكشن اناليسيس، وان كانت البليتليت فانكشن اناليسيس دي غير متوفره في كل المعامل. تمام، حلو قوي. طيب الاسبرين اند البوست اوبرتيف بليدنج دي بيت كبير قوي وبرضه يعتبر حسم. خلاصه الكلام وكل الابحاث اللي اتعملت قالت لك ايه؟ الاسبرين يتكمل، ما توقفش حاجه، ما توقفش حاجه، ما توقفش حاجه، وخصوصا في الماينور اورال سيرجري. اهو قال لك نو سيجنيفيكانت ديفرنس بيري اوبرتيف اند بوست اوبرتيف بلاد لوس. تمام كده، وبكده نكون وصلنا مع بعض نهايه محاضرتنا النهارده. اتمنى بان حضراتكم تكونوا استفدتم واستمتعتم بيها. وقبل ما ننهي محاضرتنا هنجاوب على السؤال اللي قلناه، ايه الفرق بين حقنه الفيتامين كي والدايسينون او الهيموستوب وحقنه الكابرون؟ الماده الفعاله الفيتامين كي اللي هي الامريكي الفيتامين كي، الدايسينون المادة الفعالة فيه حاجة اسمها إيتا ميثاليت. تمام، إيتا إيه؟ ميثاليت. حلو أوي. يبقى الأمريكي دي الفيتامين كي، الدايسينون والهيموستوب إيتا ميثاليت، والكابرون ترانكزيميك أسيد. طيب الميكانيزم اوف اكشن بتاع الفيتامين كي زي ما اتفقنا كوفاكتور يربط الكالسيوم كاربوكسيلات مع الجلوتاميت ويحول الكلوتينج فاكتور من هنا اكتف لاكتف. الدايسينون او الهيموستوب او الدافلون الايتا ميثاليت دي ده انهبيت الثنسز اند الاكتيفيشن اوف البروستاجلاندين، وبالتالي بتعمل فازو كونستريكشن، بتزود من البليتليتس اجريجيشن، بتزود من البريفرال تيشو ريزيستنس. عشان كده هتلاقي معظم الستات او البنات في فتره البيريود بتاخد حاجه اسمها الدافلون دي عشان تقلل من النزف لو كان اجريسيف. طب الكابرون، الكابرون ده انتي بلازمينو جين، يعني الترانكزيميك اسيد ده انتي بلازمينو جين، وبالتالي يوقف البلازمين اللي بيكسر من الفايبرينوكلوت. اسرع واحد فيهم بيشتغل هو الكابرون، علشان كده لو جالك عيان الطوارئ وانت مش عارف سبب الناس في دول حقن الكابرون اكتر واحد واسرع واحد بيشتغل. انما انا لو عارف السبب وجاي العيان عنده ليفر مثلا بروبلمز اديله فيتامين كي يا سيدي. طب جايالي مثلا حاله مثلا كانت عملت جراحة وخيطت ومش عارف ايه بس في ارتشاح والبريفرال تيشو ريزيستنس قليلة، ما تديله دايسينون، ما تديله كابرون يقلل من الدوبان بتاع البلاد كلوت. تمام، وكده انه بجاوبنا على السؤال اللي سبناه لاخر محاضرتنا.
طبعا لو حضرتك لسه جديد معانا في القناة فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبة لأصدقائنا ما تبخلوش علينا بالدعم والطاقة الإيجابية عن طريق اللايكات والشير. منتظر آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات تحت. وأرجوكم يا جماعة خدوا لفة في سلسلة محاضراتنا اللي فاتت والموجودة على القناة، وما تنسوش تحميل لينك الكتاب الخاص بكل محاضرات القناة هتلاقوه على التليجرام.